الجمعة السادسة، اليوم الثاني والأربعون، والمتظاهرون ذاتهم، والمظاهرات تستمر. نقص الخدمات لم يعالج، إنما يتفاقم. مجلس النواب لم يلبي طموح الشارع العراقي. هتافات تطالب بالإصلاحات، وأخرى تنادي بالإقالة وتنحية الفاسدين. وبين هذه وتلك تستمر وتيرة المظاهرات في القلب العاصمة وفي عدد من المحافظات العراقية. بالحقيقة هناك جملة من النواقص موجودة، منها تعليم متردي، شوارع بيوت عائلة للسقوط، معامل متوقفة، كثير يعني المتظاهرين أعتقد كل حشوا بها. اليأس بات واضحا على محيى المتظاهرين الذين ما إن سئلوا عن الأسباب أجابوا بكلمة الفساد والمفسدين، بداية من المدراء في معظم المؤسسات وصولا إلى الرؤوس الكبيرة في عدد من الأحزاب المشاركة بالعملية السياسية. الإدارة المحلية حاليا، مو بس الإدارة المحلية وإنما كل الجهات المسؤولة، ما تقدر تغير أي شيء. إذا ما يغيرون نفسهم وإذا ما يغيرون اللي بداخلهم والاتجاه اللي دايم شون عليه، ما يقدرون يغيرون وما يقنعون هاي الجماهير. عدم تلبية مطالب المتظاهرين وعدم تقديم الحلول لمشاكلهم هي من أهم أسباب استمرار تظاهرهم في الشوارع العراقية، فبحسب أقوال المتظاهرين في أن تقديم الإصلاحات هو الطريقة الوحيدة لإنهاء هذا الحراك الشعبي. من بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.